هاي الاطفال كلها قدام، عسى ما تروح مدرسه وكان بعيده، وجونا خطيهم صيانين صيان صافي، يطلعون على ذيك المدرسه بالمشاهده، هم يجونا خطيهم متبهدلين بالمطر، هاي الشتاء كله احنا متبهدلين من اطفالنا، وهاي المدرسه هاي صار لها اشقد ما حشل من الانقاذ، جو جمعوا الانقاذ كله هنا، رد المدير قال وقفوا لا حد يشيل الانقاذ هذا، هم اللي يشيلون الانقاذ، يعني لو شالوا الانقاذ هذا شوية المنطقة بين صورة يعني ها كتفاننا كلها داق عليها كلها مبهدلة بالصيانات هذه شاكو المسؤول يجي بس يفطر بالشارع العام خليه يدخل بالمنطقة يشوفه نعرف الشارع العام الساعة مبلط وكمل هذا هو بس هنا المناطق كلها محفرة حفرة وكلها مسدودة المجاري مالها تكرمون كلها مبهدلة هاي المنطقة طلباتنا الحكومة أن تعمر هذه المدرسة لأن المدرسة كلها انضرت المنطقة كلها انضرت بها وأريد التعليم وطلابنا أحسن ما تبهدلوا يعني يروحون إلى الشيخ فتحي يروحون بالأمطار وهذه ونشوف الحولة وال مكان بعيد مكان بعيدة يعني نبات بالمطر حتى ما يروحون إلى المدارس يرجعون من الماي والأمطار والنقر والحولة والله نوجه رسالة للمعنيين بكي يلتفتون علينا ويعمروننا المدرسة هذا نريد منهم والله المنطقة هاي إذا شوف كان مدرسة مضروبة قدام عينها مضروبة وهالإنقاذ هذا وهذا بيت يهمينا من هنا مضروب إنقاذ جدا ما حطلعت في شيء على المدرسة يعني راجل والله أجل صار إن هنا نروح نجي أي يجي يفتر بس يفتر هنا ويروح والله شن طالب مطالب تعمير مطالب تعويض مطالب كل شيء طالب ايش طالب هاي ابتدائية مدرسة الرحمة الابتدائية مهدمة وما حد يجي يعمرها فطلاب مالتنا من المنطقة دا يروحون على اماكن بعيدة فالمنطقة فرد مرة انضرت وين يروحون الطلاب حاليا؟ دا يروحون مكانات بعيدة للمحطة شيخ فتحي يعبرون الشوارع فطلاب صغار عفوا مكانات بعيده ابتدائيه هي ابتدائيه الرحمه زماد ما حد جاء طلع عليه كشف من التربيه من والله جد كشوفات وصحافه اخذوا له صور قبل شهرين وازيد وما حد جاء لحد الان شو توجه رساله لوزاره التربيه مدير التربيه والله موجه رساله نقول له شويه بتي عمروها حتى يرجعون الطلاب يرجع العلم على مناطقنا لان شويه تهدمت ما حد جاء لحد الآن.